سيادة اللواء منورني. سيادة اللواء أحمد عبد الله منورني يا فندم. أنتوا اللي منورين الدنيا الحمد لله بالسلامة، وكل سنة والطيبين. وأنا اللي بشكركم على أن أنتوا جايين تغطوا هذه الفعالية على أرض محافظة البحر الأحمر. إحنا اللي بنشكر محافظة البحر الأحمر لاستضافتها حدث زي النهاردة، وده مجهود دلوقتي مطلوب، يعني البلد محتاجاه ومحافظة البحر الأحمر مطلوب بشدة. خلي بالك إقامة البطولات الدولية في المنتجعات السياحية، علشان دي بتبقى أبلغ رد على أي حد بيشكك أو بيقول إن الحالة الأمنية في مصر غير مستقرة. تهيألي معدلات السياحة في محافظة البحر الأحمر في زيادة الفترة دي. الحمد لله، احنا خلي بال حضرتك، احنا في سياح متعودين إنهم بيجوا كل سنة، وفي سياح منهم بيجوا عدة مرات في السنة. ويمكن على الرغم من ان روسيا حظرة اللي لسه ما فتحتش الطيران بتاعها عندنا، لكن في سياح روس بيجوا بالظبط، بيسافروا لدول اخرى ويجوا من الدول دي لمنطقه البحر الاحمر لانهم ما يقدروش يستغنوا عنها، بالاضافه الى باقي الدول الحمد لله. ولكن احنا مش ده هدفنا، احنا هدفنا ما نحافظش على المستوى، ولكن هدفنا ان احنا فعلا نرفع نسب الاشغال بالظبط كده، لاني معروف السياحه دي صناعه كثيفه العماله وابواب رزق بتتفتح، بالاضافه لانها مصدر رئيسي للدخل القومي وللعمله الصعبه. احنا عندنا مقومات كتير جدا مش موجوده في اي مكان في العالم، فالتنافسيه يعني لصالحنا. بشكل خاص محافظة البحر الأحمر يعني فيها عدة أماكن، والجو المناخ المناسب لأي رياضة والسياحة عامة الحمد لله. ويمكن احنا عندنا كم من الغرف تخطينا 75,000 غرفة فندقية من أول الجونة شمالا وحتى جنوب مرسى علم منطقة برنيس. عندنا منتجعات يعني بيعشقها الأجانب، واحنا يمكن اتجاهنا دلوقتي ان فتح اسواق جديدة. احنا مركزين الفترة القادمة على السوق الخليج، اشقائنا في الخليج، ويمكن الاسبوع الجاي في معرض في دبي. السيد وزير السياحة والسيد محافظ جنوب سيناء وانا هنطلع برضو مع السادة المستثمرين علشان ننشط السوق العربي ونحل المشكلة الرئيسية اللي هي عدم تواجد خطوط طيران ما بين دول الخليج العربي ومنتجعاتنا السياحية. هي دي المشكلة الرئيسية. احنا رايحين عشان نخلق طلب، بحيث ان نعرف كل اشقائنا في دول الخليج ايه هي المزايا اللي موجودة عندنا، وبعدين في نفس التوقيت شركات الطيران نعمل الديل معاها، او نشوف شركات الطيران اللي هي هتبدأ تطير مباشر من دول الخليج الى المنتجعات السياحية عندنا. يعني ده سيادة المحافظ بجانب السوق الاوروبي، يعني بعد مؤتمر برلين اللي كنتوا بتشاركوا فيه. يعني ما بنستهدفش سوق واحد، ولكن بنقول ان السوق الاوروبي حصل فيه انخفاض، فيجب ان احنا نبحث عن اسواق بديلة علشان تعوض لنا الانخفاض. وثق تماما احنا عندنا اسواق كتيرة، السوق الهندي والسوق الصيني والسوق الياباني، اسواق اعداد السائحين فيها بالملايين، فبرضو عايزين نخلق طلب في هذه الاسواق. وبنجهز لقافلة للدول جنوب روسيا، يعني زي اذربيجان، زي جورجيا، زي كازاخستان. ان شاء الله في النص الثاني من شهر مايو هنطلع برضو بوفد كبير مننا كمسؤولين برفقة رجال الأعمال، علشان ده سوق فعلا مستهدف خلال الفترة القادمة.